السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال بيسأل: لو احنا رسمنا 2 بيم واللي تمشي على زاوية 90، وعايز أبدأ أظبط الشكل بتاعهم، تمام، يعني بالشكل دوت. طب لو أنا قلت لده ترم، تلاقي مش مكملين بالشكل دوت، ومهما حاولت ما بيديكش الشكل المظبوط. طيب لو أنا عايز أظبطها، خليني أجي هنا من الأركتكتشر وأقول له أنا عايز أرسم ريفرنس بلان بالشكل دوت، من هنا لهنا ومن هنا لهنا. وبعد كده هبدأ استخدم من اول موديفاي، اجي هنا هقول له انا عايز اعمل قط، واختار الشكل واقول له تحالي بالقط دوت. وبعد كده اختار الشكل واقول له تحالي بالشكل دوت، هتلاقيهم جم معاك بالشكل ده. تقدر تعمل ترم من هنا، تقدر تعمل ترم من هنا، تقدر تعمل ترم مثلا ترسم الريفرنس لاين بتاعك من هنا لهنا، تمام، يعني زي ما انت عايز. طب خلينا نجرب نرسمه في البيم التانية اللي هي الكونكريت. واقول له ترم من هنا لهنا، ونفس الطريقة زي ما شايف بجد بشكل دوت. ممكن تكون انت عايز تستخدمها بشكل اخر، هقول له ريفرنس بلان من هنا لهنا. وبعد كده اقول له انا عايز ريفرنس بلان تاني من هنا لهنا، وبرده نفس الفكره، برده نفس الفكره. هبدا اخد البيم كده، وبعد كده اخد البيم ده كده، وبعد كده هقول له برده نفس، بعد كده هقول له هنا قط، اقول له دوت كده.